منصور كان كويس النهارده؟ انا من وجهه نظري زي الاربعه الاثنين اللي هنا والاثنين اللي هنا. تمام اشكرك. مؤمن من القاهره اتفضل يا مؤمن. الو مساء الخير كابتن خالد. مساء الخير يا مؤمن. بمثل حضرتك انا مؤمن مرجان معاك. اهلا ازيك يا مؤمن؟ مؤمن مرجان طبعا. ازيك يا كابتن؟ الله يخليك. بمثل حضرتك وعلى كابتن رضا والله وحشنا، انا بمثل عليكم جدا ربنا يعني. ربنا يخليك يا مؤمن. يعني بقول مبروك لجمهور نادي الزمالك النهارده الفوز والاداره ولعيبته، والمفروض انا يعني بقول للعيبه ان ده العادي، المفروض ان الزمالك على طول كده يبقى بيكسب، هو العادي اللي كان بيحصل. لا العادي انت كنت بتكسبه كل ماتش ونسيبنا من اللي فات ده، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل بامر الله. النهارده الفوز بتاع النهارده يعني كان رد اعتبار، كان عداله السماء لجمهور الزمالك زي ما بنقول. في ناس كتير غلطت في الزمالك الفتره اللي فاتت، الزمالك نادي كبير ولازم هم يبقوا عارفين كده. بدايه من منشط المنتشر بقاله كام يوم عن هي اهانه بكل المقاييس طبعا لنادي الزمالك، احنا ما نقبلهاش، لان هي فيها تلميح تخفيف الواحد ما يعرفش ما اقدرش افسرها على الهواء، الناس كلها عارفاه. يعني حتى يعني المفروض انتوا جريده النادي كبير يعني يبقى ما يبقاش العنوان زي الجرايد الصفراء اللي بنشوفها على الرصيف، ما يصحش يعني. الزمالك نادي كبير وبلغتكم وباللعب بالالفاظ الزمالك كان عارف اللقاء النهارده. برضه ده رد لاحد العالمين كان بيقول ان ما علقش على مباراه الفرق ما بين الفريقين 30 نقطه. طب انت علقت على مباراه بلاي ستيشن يعني ده ايه؟ علشان خاطر طالع منها قرشين او حاجه؟ الزمالك اكبر من اي فلوس، الزمالك لازم الناس دي تعرف ان الزمالك اكبر من اي فلوس، ونادي لازم يتعمل له حساب في مصر لجماهيره العريضه دي. برضه بعتب على رموزنا يعني لعيبتنا الكبار ان هم برضه بيبقوا متحاملين على اللعيبه في حدودهم. لا وجهوا يعني، انا ما بشوفش ده بيحصل من حد مثلا زي شيخ طه او رموز النادي الاهلي مثلا، ما بيطلعوش يقطعوا في لعيبتهم ويهنوهم كده. لا وجه اللعيب، بلاش تقول لعيب كرة سلة، لا وجهه، انت كلعيب كبير لازم توجهه وتقول له ايه الاخطاء اللي هو بيقع فيها، لكن ما تقللش منه، لا يسخر قوم من قوم. بس يعني انا حابب ان انا اقول لجمهور الزمالك الف مبروك، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، والفريق دي دفعه قويه ان شاء الله للكاس باذن الله، ونحتفظ بيه، والزمالك نادي كبير بجمهوره وبادارته وبلعيبته، ان شاء الله اللي جاي يكون افضل. اشكرك مؤمن مرجان. هنطلع الفاصل ونروح لتقرير مهم قبل الفاصل. اتفضل. انت كنا بنتكلم على حسام غالي، انت دخلتنا في حسام عاشور ليه؟ لا انا افتكرت والله عشان حسام عاشور حاسس ان هو مش حسام من ماتش البرتغال. لا احنا كنا بنتكلم على حسام عاشور. حسام غالي. حسام غالي ما يروحش منتخب مصر؟ يعني هو ولا صامو ده ولا اسمه ايه اللي هو وسام مرسي. مين يعني انت ماشي في خلاف بيني